جولة بين أبرز عناوين الصحف الرياضية صدرت اليوم، بدايتها من سبورت الإسبانية ومفاتيح عملية تعاقد البارسا مع النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان على بعد سنة من انتهاء عقده مع النادي الفرنسي. سبورت كتبت أن هذه المفاتيح تتمثل في كون نيمار أرجأ توقيع تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ويعد ورقة لإقناع ميسي بالبقاء رفقة برشلونة، كما أن وصول لابورتا لرئاسة النادي الكاتالاني من شأنه تسهيل أي مفاوضات مع إدارة النادي الباريزي، فضلا عن كون عودة النجم البرازيلي لناديه السابق إما ستكون هذه المرة أو لن تكون أبدا. واليومية الكاتالانية ذاتها كشفت عن احتمال عودة الجماهير إلى الملاعب جزئيا اعتبارا من مباراة برشلونة الحاسمة أمام أتليتيكو، والتي ستدور أطوارها في الكامب نو في 8 من مايو المقبل، وقد تحسم نتيجتها بشكل كبير مصير لقب لا ليغا. وفي إنجلترا، دسان توقفت عند تعادل تشيلسي بهدف لمثله مع مضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأبرزت أهمية الهدف الثمين الذي سجله كريستيان بوليسيتش خارج ملعب النادي الإنجليزي. ومن إنجلترا إلى فرنسا، حيث ليكيب سلطت الضوء على لقاء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. اليومية كتبت أن البي إس جي الذي أسقط البارسا وحمل اللقب البايرن سيتحدى كتيبة غوارديولا في سعيه للوصول إلى المباراة النهائية. القوة الهجومية للفريقين تعد بمباراة قوية ورائعة تريد ليكيب. ونختم من إيطاليا، حيث كورييري ديلو سبورت اهتمت بالصراع في الدوري الإيطالي بشأن التأهل لدوري أبطال أوروبا بين فرق يوفنتوس وأتلانتا وميلان ونابولي ولاتسيو. الفرق الخمسة تتنافس على المراكز الثلاثة المتبقية للتأهل إلى المنافسة الأوروبية إلى جانب الإنتر، وذلك على بعد 5 جولات من انتهاء الكالشيو.